هذا الكتاب عمدة الأحكام الكبرى لم يشتهر كما اشتهر عمدة الأحكام الصغرى، ولهذا فإن العلماء إذا أطلقوا كلمة العمدة إذا قالوا عمدة الأحكام تنصرف إلى الأحكام الصغرى. كتاب عمدة الأحكام الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى للمؤلف نفسه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. تبلغ أحاديث عمدة الأحكام الكبرى 860 حديثاً، وقال في أوله: فهذه أحاديث في الأحكام من الحلال والحرام، اختصرتها وحذفت أسانيدها ليقرب تناولها على من أراد حفظها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جمعها المؤلف من الصحيحين ومن السنن الأربعة، وزاد أحاديث قليلة من غير هذه الكتب، ورمز لما رواه الشيخان معا بقوله: متفق عليه، وللبخاري على انفراده بحرف الخاء، ولمسلم على انفراده بحرف الميم، ولأبي داود بالدال، وللنسائي بالسين، وللترمذي بالتاء، ولابن ماجه بحرف القاف، يعني نسبة إلى كلمة القزويني. وأما غير هؤلاء فيسميهم. وهذا الكتاب عمدة الأحكام الكبرى لم يشتهر كما اشتهر عمدة الأحكام الصغرى، ولهذا فإن العلماء إذا أطلقوا كلمة العمدة إذا قالوا عمدة الأحكام تنصرف إلى الأحكام الصغرى، الكتاب السابق وليس هذا الكتاب، نظرا لشهرته. وفي كل خير.